لحضرتك باختصار، الاستاذ وفاء اشار ان الاتحاد في نينوى خرج عن الصف الوطني. استاذ، هذه مشكله في الديمقراطيه، انه اي حزب سياسي كردي لا اتفق معه يتهم بالخروج عن الصف الوطني. استاذ نجم، في 2009 كل الاحزاب و13 تسولف وفي فيك كل استاذ استاذ وفاء استاذ احمد، كل الاحزاب كل الاحزاب لا استاذ نجم، لم بس اذا تكن معي تسمح لي تغدي. مو بس انا اعطي مثال فقط باختصار شديد. اي في نينوى هم بال 2009 2013 وحتى المحافظه الاخيره استلموا كل الوحدات الاداريه، ولم يسمحوا ان يتولى مدير مدرسه من الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى. فقط عندنا منصب معاون محافظ، وهو يتم تعيينه بالتعيين يعني من صلاحيه المحافظ بدرجه نائب مدير عام. هذا كل ما كنا نمتلكه سابقا. واستاذ نجم، هم يتهمون السيد راكان الجبوري المحافظ الحالي بالشوفينيه. يوم امس كان موجود في اربيل، يعني هم يجلسون مع السيد راكان، يجلسون مع اطراف اخرى، وقت مع التركمان، استاذ فقط مع استاذ الاتحاد الوطني الكردستاني. استاذ الهركي، نعم. وكل قوي للزمان يلين، وتلك الايام نداولها بين الناس. كل وقت إلى زمانه وإلى خطابه. حتى الغالب على المغلوب ارجع ياها. لسؤال حضرتك، ارجع لسؤال حضرتك، ان شاء ايه. الله الزياره زاره السيد مسعود البرزاني ما بيها شيء استاذ نجم. آه. زاره السيد مسعود البرزاني يعني ما بيها شيء، هاي الزياره. زاره السيد مسعود البرزاني في اربيل يعني ما بيها شيء يعني اذا يزور. بس هو اخو ما نطرده. اقول لك مو هيك يعني، هو دا يعتب عليك، يقول لك انتم ما يكون وياكم تسوون ضدكم، وتسوي له 6000 تهمه. يعني يقول هاي احنا من زمانان من زمان ومن تكونون اقوياء وعدكم. خلي خلص خلي خلص انا راح اجاوبه، خلي خلص خلي كمل، ما اريد اخذ وقت استاذ نجم، ما اريد اخذ وقت، خلي خلص بعدين اجاوب. لا انا ما قاطعتك استاذ وفاء، انا ما قاطعتك، فانا انتظرت لحد ما اجى دوري. خليني انتظر ردود او حق الرد للسيد وفاء، عندي دقيقتين. استاذ وفاء تفضل. استاذ نجم، كانت زياره من المكون العربي والمكون التركماني للزعيم مسعود البرزاني يوم امس. طيب. في مصيف صلاح الدين، وابواب مقر البرزاني مفتوح لكل الجهات، وانتم تعرفون هذا يعني. أي. يا ما حكومات شكلت في اربيل، شيء طبيعي جو الى السيد مسعود البرزاني، وطالب الزعيم بان يكون هناك التوحيد للصف كما اشار رئيس الوزراء. يعني المعلومة، لولا جهود رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، الاتحاد حاولوا كثير مع 3 من العرب أن يشكلوا الحكومة الداخلية وأن يهمشوا حتى المكون التركماني والمكون الكردي، ولكن كان رئيس الوزراء إلى رأي آخر بأن لا يهمش أي مكون في كركوك. وإحنا عندنا باقي ناس، وأنا أتمنى منه، أقول أتمنى بأن يحل هذا المجلس، وأن يحل مجلس النواب يحل هذا المجلس إن شاء الله، ونختار انتخابات جديدة. زين، القصة مع السيد الزعيم، القوى التي اجتمعت أمس مع السيد البرزاني خرجت برؤية، لو خرجت بطموحات وآمال. احنا نريد حل، ما نريد سوالف. خرجت برؤية، لا خرجت. ايه؟ خرجت برؤية واحدة. ايه؟ وهو أن يكون تشكيل الحكومة جميع المكونات موافق على هذا تشكيل الحكومة، وأن لا يهمش ولا مكون. هذا يصير إذا ما يصير. نعم. احنا ما نعرف، بس 6 أيام يصير لو ما يصير، ولكن خرجت بهذه الرؤية.